صباح الخير، احنا موجودين دلوقتي معاكم في سوما باي الغردقه عشان نتابع معاكم اهم تفاصيل مسئلية 2022. هاي، انا مايا عادل، مسئلية في ايجيبت 2022. وفي الحقيقه انا بشجع الفكره جدا ان احنا موجودين هنا في سوما باي، ودي من اجمل الاماكن اللي فيها الجمال الطبيعي في مصر. وطبعا دي حاجه بتنشط السياحه، لان احنا 36 بلد دوليا، فدي حاجه كويسه جدا ان هم كلهم يجوا يشوفوا جمال مصر الطبيعي. هاي، اسمي لولوة، انا مسألية لبنان. كتير مبسوطة وكتير جو حلو هون، كتير بحب مصر انا، وهيدي الاكسبيرينس كتير حلوة، اول مرة بجربها هيك دريسز طوال وكلهم كتير حلوين وفول اوف كولرز. واو، كتير 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 حبيت. انا بسنت، فاوندر اوف اوروراس فلاينج دريس ايجيبت. الفكرة يعني باختصار، أنا أصلاً بشتغل مدرس مساعد في كلية إعلام، فالأيديا يعني فكرة الفاشن والكلام ده بعيد شوية عن مجالي، بس الحقيقة أنا شايفة الترند دي برا مصر بقى لها فترة طويلة جداً، وهي فرصة حلوة قوي لتشجيع السياحة في البلاد، لأنها الفوكس بتاعها مش بس الدراسز الملفتة، لأن الدراسز كلها دلها طويل قوي. الفكرة كمان أنها بتركز على البلد وتشو البيوتيفول سبوتس الموجودة في البلد. على مدار الأيام اللي فاتت تابعنا معاهم أهم لحظاتهم وتفاصيل يومهم، والنهاردة التدريب العملي للحفلة الأخيرة اللي هتتوج في مسئلية 2022.